طيب السؤال 90، آخر سؤال في الملزمة بقى. ده فار بيتكلم في الانتجريتد ريبورتنج، بيقول لك هنا A leading manufacturer بيصنع vehicles, electric vehicles, has accumulated customer driving interaction data through its unique pilot driver assist program, software معين. The data تمام. will be used to further develop more advanced autonomous feature that the company plans to implement. تفتكر من البرسبكتيف بتاع الناس بتوع جنوب افريقيا والانتجريتد ريبورتنج، السيستم اللي عند الشركه ده اللي بيعمل اكيوميليشن واناليسز تصنفه ايه؟ هيومن كابيتال، انتليكتشوال، ناتشورال، مانيفاكتشرال. طبعا هنصنفه الاوبشن انتليكتشوال كابيتال، فالاجابه تبقى بي بي. بس ممكن ننتهز الفرصه ونفكرك ان انواع الكابيتالز بنختصرها في كلمه فيش فيش من. ما ماشي، الفاينانشال تمام كابيتال اللي يحوي الديت والايكويتي والبولز اوف فاند والجرانتس والفلوس اللي اتعمل لها جنريشن من الاوبريشن والانفستمنت. انتلكتشوال كابيتال يحوي النولج بيز انتانجبل زي البيتنت والكوبي رايتس والسوفت وير والرايتس واللايسنس، ويحوي كذلك الاورجنايزيشنال كابيتال اللي هي التكتيك نولج، السيستمز اللي انت شغال بيها زي ما المثال قال، والبروسيجرز والبروتوكولز اللي الشركه شغاله بيها. السوشيال كابيتال يحوي طبعا الشيرد نورمز والكومن فاليوز والبيهيفيرز والكي ستيك هولدرز ريليشن شيب. الهيومن كابيتال يحوي الكومبتنسز بتاعت البيبول اللي عندك والكابابيلتيز بتاعتهم والاكسبيرينس وكمان الموتيفيشن والانوفيشن. والمانيفاكتشر كابيتال يحوي الفيزيكال اوبجكتس الفيكسد اسيتس زي البيلدينج والاكويبمنت، ويحوي الانفراستراكشر اللي انت بتتمتع بيها زي الرودز والبورتس والبريدج والويست والووتر تريتمنت، وكذلك يحوي المخزون، خلي بالك تمام المانيفاكتشر، ويحوي التولز والباترن والمولد اللي بتستخدمها في المصنع بتاعك. الناتشرال تحوي كل الرينيوبل وكل النون رينيوبل انفايرمنتال ريسورسز والبروسيسز زي الاير والووتر واللاند والمينرالز والفورست والبايودايفيرستي سيستم والايكو سيستم وما الى اخره، على تفصيل قلناه في الفيديوز الاصليه. نوقف تمام على كده، الحمد لله يعني كان عملنا 90 سؤال الا سيكشن اي واف لان بيتحط في ظل السياق بتاعه. ماشي الحال على كده يا شباب، تمام نقفل على كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.